كان الجنود يرغمونني على الركض بجميع الاتجاهات بطريقة متعرجة ومن ثم يرغمونني على الدوران حتى أرتطم بالجدران. كانوا يشغلون موسيقى صاخبة ترافقها أصوات من أفلام جنسية. كان احتمال ذلك كرجل مسلم ومتدين صعبا للغاية خصوصا في شهر رمضان. لم أستطع النوم. كان الجنود يركلون الأبواب بأقدامهم بقوة كي يمنعوني من النوم طيلة الليل. كان المحققون يشتمون أفراد أسرتي بشكل مقزز، وكانوا يهددونني بإحضار أختي واغتصابها أمام عيني.